هذا الصوت رفع هامة المصريين عاليا، رفع علم مصر إلى علان السماء. فهذا الشعب أثبت أنه قادر على تحقيق ما اعتبره البعض مستحيلا بشق قناة السويس الجديدة في عام واحد وبسواعد مصرية خالصة. ولأنها شريان الحياة ليس لمصر فقط بل لمنظومة التجارة العالمية، ولأن الطامعين في مكانتها كثر، كان لابد من حل إضافي يواكب الاحتياجات المستقبلية للنقل البحري ويحمي قناة السويس من أي محاولات إقليمية عابثة للتقليل من أهميتها أو التشكيك في قدراتها. من هنا بزغت فكرة حفر قناة السويس الجديدة، ووقع وثيقتها الرئيس السيسي في 5 أغسطس عام 2014 واعداً بتحقيق الحلم في غضون عام واحد، الأمر الذي اعتبر مستحيلاً وقتها. هي سنة وتنفس فندم. ولكن كما عبر المصريون خط بارليف الحصن المنيع كما قيل عنه، شق أبناء وأحفاد الأبطال قناة السويس الجديدة بأياد مصرية بتمويل مصري وعقول مصرية، وفي ذات التوقيت الذي وعد به الرئيس. فأنشئ المجرى الملاحي الجديد بطول 72 كيلومترا، وتم توسيع وتعميق المجرى السابق بطول 37 كيلومترا، ما يؤمن سرعة عبور للسفن من الشمال إلى الجنوب والعكس، ويتلافى مشكلة توقف قافلة الشمال في منطقة البحيرات المرة، في حين سمحت القناة الجديدة باستيعاب السفن العملاقة بغطس 65 قدما. وتوازى مع تدشين القناة الجديدة نهضة عمرانية عملاقة نقلت المنطقة لأفاق المستقبل بأربعة أنفاق عملاقة وخمسة جسور عائمة تربط بين ضفتي القناة، ومشروع عملاق للاستزراع السمكي من أجل التنمية المستدامة، وبهدف تعظيم دور إقليم قناة السويس كمركز لوجستي وصناعي عالمي متكامل اقتصاديا وعمرانيا ومتزن بيئيا. وعلى مدار سنوات خمسة حققت القناة الجديدة أكبر رقم قياسي في تاريخها بعبور 81 ناقلة بحمولات 6.1 مليون طن في يوم واحد، ما يؤكد جاهزية القناة لاستقبال الأجيال الجديدة من السفن، خاصة مع احتدام المنافسة بين الخطوط الملاحية الكبرى. كما رسخ مشروع التنمية أقدامه بتدشين الهيئة الاقتصادية للقناة عام 2017، والتي تعمل ليل نهار لرفع راية مصر أمام العالم أجمع. تظل القناة شريانا للحياة والرخاء لمصر والعالم، فبلغ عدد المشروعات الاقتصادية العاملة بالقناة 192 مشروعا باستثمارات تجاوزت 25 مليار دولار، بهدف توفير نحو 1 مليون فرصة عمل للشباب في غضون 15 عاما المقبلة. فبعد 5 سنوات على تسجيل المجرى الملاحي الجديد في سجلات الإرادة المصرية، وبعد إهداء مصر العالم شريانا للحياة، تثبت الدولة دوما أنها بشعبها قادرة على خوض المستحيل وتحويله لمستقبل واعد.